بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة الحلقة الأولى في سيستم جديد اللي هو Respiratory System، وموضوع الحلقة النهاردة هيتركز على Cavity اللي اسمه النيزال Cavity. دي الـ Learning Objectives بتاعتي، ودي الـ Contents بتاعت المحاضرة. تعالوا الأول كده in general نقسم respiratory system. respiratory system بيتقسم in medicine into two parts: upper respiratory tract و lower respiratory tract. يعني ايه كلمة upper respiratory tract؟ ثلاث حاجات: number one nasal cavity، number two pharynx، number three larynx. يبقى nasal cavity، pharynx، larynx اللي هو في الطب بتبقى الـ ENT. الـ lower part بتاع respiratory tract بردك ثلاث حاجات: تراكيا، نمبر 2 برونكاي، نمبر 3 لانك. تراكيا، برونكاي، لانك. يبقى عندي upper respiratory وعندي lower respiratory. اول جزء اللي احنا بنناقش النهارده في upper respiratory اللي هو النوز. والنوز هنقسمها for simplicity into two parts: الاكترنال نوز ونزل كافتي. يبقى انا عندي external نوز ونزل كافتي. اجد external nose يا اولاد. واكسترنال نوز دي لو جاي ببص عليها، الحته دي بيسموها البريدج، ودي الروت اوف ذا نوز، وادي التيب اوف ذا نوز. بتوين الروت والابكس بلاقي الدورسم بتاعت النوز، وتحت كده تلاقي في عندي الاوبننج بتاعت اللي هو النيرز اللي هو الانتيرير نيزل اوبننج. يبقى اللي انا شايفها دي اسمها external nose. تعالوا نشوفها بمزيد من التفاصيل. دي الاكسترنال نوز. الاكسترنال نوز زي ما انتم شايفين مكونه من تو بارت: بوني بارت وكارتليجينس بارت. البوني بارت ده الاقي باختصار النيزل بونز اللي هي دي، اتنين بارتس اوف ماكسيلاري بونز اللي هي دي، parts of frontal bone. يبقى في الفيو ده يبقى عندي هنا nasal bones اللي هي دي، اجزاء من الفرونتال بون. شايفين الفرونتال بون دي؟ ده جزء اهو، بروسيس اهو، وده اللي هو الماكسيلاري بون. يبقى عندي البوني بارت معمول بالنيزال بونز والماكسيلاري بون والفرونتال بون. الكارتليجنس بارت اللي هو ده يا ولاد، او صورة اكبر دي، ده ادي الكارتليجنس بارت. بيبقى في الميد لاين بلاقي في عندي كارتليج اسمه سيبتال كارتليج. يبقى في الميد لاين في كارتليج اسمه سيبتال كارتليج، هيدخل في تكوين النيزل سيبتم الحاجز الانفي. و anteriorly and on either side الاقي في عندي كارتليج. الكارتليج دي اللاترال بروسيس بتاع سيبتال كارتليج، ادي واحده ميجور الار كارتليج، يعني جناح، major alar cartilage number 2، ومن 3 to 4 minor alar cartilage اللي هم دي. والكلام دول اللي هو الكارتليج دي بتبقى connected بالدنس fibrous dense connective tissue، dense fibroareolar tissue. يبقى باختصار بقى عندي بوني بارت اللي هو ده، وعندي cartilaginous بارت، في سيبتال كارتليج في الوسط على الجنبين، الاقي في عندي اللي هو اللاترال بروسيس بتاع سيبتال كارتليج، ادي واحد جريتر الار كارتليج نمبر 2، و فروم 3 تو 4 ليسر الار كارتليج، ودول كونكتد مع بعضيهم بدنس كونكتيف تيشو. الاكسترنال نوز دي نتيجه شكلها زي ما انتم شايفين انها بيراميدال ان شيب، بتخلي لي الانتيريور نيزل اوبننج اللي اسمها النيرز موجوده لتحت. يبقى ده الشكل بتاع الاكسترنال نوز. هنا في حاجه مهمه لازم نعرفها، ديفورمتي بيسموها سادل نوز ديفورمتي. ايه سادل نوز ديفورمتي؟ نتيجه ان حد ياخد تروما في النوز ممكن تحصل الديفورمتي. خدوا بالكم ان التل سبورت
هيبقى lost، والميدل بارت بتاع النوز هيبقى shrunkage، عامله زي ما تكون زي ما تكون سادل لايك، عامله زي ما تكون زي سرج الحصان بالظبط، حته elevated حته depressed وبعدين elevated، فبتبقى عامله زي ما تكون زي السادل، بيسموها سادل نوز. طبعا المشكله الاساسيه واللي عشان نبقى oriented ان الكارتليج دي افاسكلار، فبتاخد البلاد سبلاي بتاعها من البيريكوندريال، فنتيجه التروما اللي بتبقى موجوده ممكن تتكون هيماتوما وسيبريتنج البيريكوندريال كارتليج، فالكارتليج ما بياخدش بلاد سبلاي فيحصل له نيكروزس ويحصل الدبريشن اللي انتم شايفين دي اسمها السادل نوز شايفين، وبتبقى محتاجه لبلاستيك سيرجري عشان ريكونستراكشن. تاني حاجة موجودة عندنا النيزل كافيتي، النيزل كافيتي ده الكافيتي بس الكافيتي ده سيبريتد بسبتم زي ما اتفقنا مع بعضنا اسمه نيزل سبتم، يبقى بقى عندي تو كافيتيز. التو كافيتيز أي واحد فيهم بيبقى الانتيريور نيزل اوبننج سموها نيرس، والبوستيريور نيزل اوبننج اللي بيسموها كوانا. يبقى أي نيزل كافيتي بقى في عندي انتيريور نيزل اوبننج وبوستيريور نيزل اوبننج، يبقى اللي يسموها الانتيريور نيزل اوبننج اسمها نيرس والبوستيريور نيزل اوبننج اسمها كوانا. ونتيجه كده جاي ببص على اي جزء من الكافيتي ده، انا بقى عندي كافيتي يمين وشمال، يبقى ميديالي معمول بنزل سب، وفي عندي لاترال، وعندي روف، وعندي فلور، والفلور ده اللي هو البالت. يبقى اي نزل كافيتي هاجي اعمل له ديسكريبشن يبقى اربع حاجات يا اولاد، روف اللي موجود فوق، والفلور اللي موجوده تحت، الفلور اللي هي البالت، واللاترال وول اللي هو ده، والميديال وول اللي هو نزل سبتم. يبقى ميديال ولاترال وول روف وفلور، يبقى دي الوولز بتاعت النيزل كافيتي. يبقى النيزل كافيتي معمول بفور وولز، الميديال وول اللي هو نزل سبتم، ونزل سبتم ده لو انا كنت جايب ابص عليه معمول بالكارتليج، لسه حالا قايلين اسمه سبتال كارتليج، بس معمول بعظمتين كمان يا ولاد. العظمه الاولانيه هي البربنديكولار بليت اوف اثمويد، عظمه الاثمويد اللي هي العظمه دي يسموها اثمويد لانها فيها اخرام كتير قوي، وفي جزء منها نازل اسمه بربنديكولار بليت اللي هو ده بربنديكولار بليت اوف اثمويد، والجزء الثاني معمول بعظمه اسمها عظمه الفومر. يبقى النزل سبتم معمول بثلاث حاجات، يوم من قدام سبتا الكارتليج، من ورا تو بونز. ايه التو بونز اللي موجودين ورا؟ بربنديكولار بليت اوف اثمويد وفومر. غالبا النزل سبتم نيرلي بيبقى ميد لاين ستراكشر، او يعني سلايتلي ديفييتد تو وان سايد سلايتلي، لكن لو كان كليرلي ديفييتد تو وان سايد وعام سيمتومز بيسموها ديفييتد نزل سبتم، وبرضك ات نيدز بلاستيك سيرجري. الروف اللي موجود عندنا يا اولاد، ادي الروف شايفين اهو، اديني بشاور عليه، واضح انه معمول بعظم كتير قوي، في جزء من قدام سلوبينج بارت اللي هو ده، وفي جزء موجود في الوسط ده هورزونتال بارت اللي هو ده، وفي جزء موجود من ورا سلوبينج بارت، يبقى تو سلوبينج بارت وان هورزونتال بارت. سلوبينج بارت معمول بالفرونتال والنيزل بونز هما دول، والهورزونتال بارت معمول بالكريبري فورم بليت اوف اثمويد. واضح كده ان الاثمويد بقى فيها جزئين، لسه احنا واخدين حاجه اسمها بربنديكولار بليت اوف اثمويد بيعمل النيزل سبتا، لكن الجزء اللي فوق ده اسمه كريبري فورم بليت اوف اثمويد. الجزء اللي موجود ورا بسفينويد بادي بتاع بسفينويد، يبقى من قدام السلوبنج معمول بالفرونتال والنزل، في الوسط معمول بالكريبري فورم بليت اوف اثمويد، ومن ورا معمول بالبادي بتاع بسفينويد. حيث فكره الكريبري فورم بليت اوف اثمويد دي مهمه قوي يا اولاد، لان لو حصل فراكشر للكريبري فورم بليت اوف اثمويد معنى الكلام ده اننا ممكن الاقي فيه ليكج اوف سي اس اف، الفراكشر ده ممكن يعمل بنتريشن عند المنجيس، لانه هيبقى خلاص بقى زي ما انتم شايفين اهو اللون الاحمر ده فراكشر اهو فراكشر، يبقى هيعمل بنتريشن للمنجيس، هيحصل ليكج للسي اس اف، سي اس اف ليكج، ودي وان اوف مانيفستيشن اوف فراكشر بيز اوف سكال. يعني الواحد يقول لك ده عنده كسر في قاع الجمجمه، واحده من الكسر في قاع الجمجمه لو واحد لقيته خبطه فظيعه وبعدين بيقول لك ايه انا ابتديت ايه احس ان في سكريشن جاي من مناخيري،
secretion. This is a flakage. دي واحدة من المانيفستيشن بتاعة fracture base of skull. يبقى ده الروف. الفلور هو هارد بالت. والهارد بالت يا ولاد معمول بعظمتين. العظمة الأولانية اسمها maxillary bone والعظمة التانية اسمها palatine bone. maxillary وpalatine bone. يبقى ده اللي هو الفلور بتاع النيزل كافيتي. يبقى احنا خدنا ميديال روف فلور. يبقى لي اللاترال وول. اللاترال وول ده معمول بعظم كتير قوي. مش عارفكم ان انتوا تعرفوه. عظم كتير قوي يا ولاد زي ما انتم شايفين الالوان مختلفه. فور اكزامبل يعني بسرعه عظمه زي عظمه الاثمويد، عظمه زي عظمه الماكسيلاري، عظمه زي عظمه الانفير كونكا، عظمه زي عظمه البالاتاين، عظمه زي عظمه اللي هو اللي هو الاسفينويد. لا في حاجات كتير عامله اللاترال وول. بس مش ده اللي يهمني قوي في الموضوع. اللي يهمني بعد ما بحط العظم ده احط عليه الميوكس ممبرين. فلو حطيت عليه الميوكس ممبرين يا اولاد اهو ده بقى اللاترال وول. اول حاجه بتلاقيه موجود عندي الفيستيبيول. الفيستيبيول دي جاست اباف اللي هو النيرس اللي هو الانتير نيزل اوبتيك. الفيستيبيول دي بيبقى فيها موديفايد سكن. موديفايد سكن بيبقى فيها هير والهير ده بيسموه فايبريسي. فايبريسي جاي من كلمه فايبريسي. لو بصيتوا للور انيمال هتلاقوا الهير ده بيبقى ويل ديفلوبد، بيبقى ليه فانكشن مهم قوي. كلمه فايبريسي يعني فايبريشن متحرك، يعني بيعمل ترابينج للداست. فالفيستيبيول دي بتبقى فيها موديفايد سكن وفيها شورت كيرفد هير which is called فايبريسي. لو جينا طلعنا فوق هتلاقي فيه اتريوم موجوده. اتريوم دايما اللي هو المدخل اللي بيسموه الاذين، اللي هو لما انت تيجي تدخل من باب وتمشي لغايه ما بتوصل لغايه اللي هو الهول روم بتاعك كويس، ده بيسموه اتريوم. اللي بيسموه حته الدهليز. الاتريوم اللي هو المدخل او بتاع اي شقه يعني. يبقى الفيستيبيول وبعدين عندنا الاتريوم. ده ديبريشن موجود اباف اند بيهايند الفيستيبيول. وبعدين لو جيت ببص على اللاترال وول هلاقي في عندي 3 كي. كونكي كان اسمها زمان تربينيت. كونكا يعني صدفه. سوبر كونكا، ميدل كونكا، انفير كونكا. السوبر والميدل يا اولاد تبع اللون الاخضر ده يعني تبع الاثمويد. لكن الانفير دي سيبريت بون اوف سكال. يبقى وي هاف 3 كونكي سوبر ميدل انفير. السوبر ار بارتس اوف اثمويد بون والانفير كونكا دي سيبريت بون of skull. طب ليه احنا خلينا اللاترال وول الريجولار؟ ليه في كونكي؟ اولا في كونكي وبحط عليها ميوكوس ممبرين والميوكوس ممبرين فيري ريتش ان بلاد سبلاي. استفدت الكلام ده ليه بقى؟ نمره واحد ازود السيرفيس اريا. يبقى كده بعمل امبروف للاولفاكشن. اتنين انكريزز الهيديتي. increases the humidity علشان الاريا بقت كبيره وبحط عليه ميكروس ممبرين مخليها very rich in blood supply فبيعمل warming to the inspired air. خدوا بالكم ان الواحد الهواء علشان يدخل جوه لازم ادفيه. طب وهدفيه ازاي؟ اخليه warm ازاي؟ وازود الهيوميديتي ازاي؟ يبقى اخلي السيرفيس irregular. احط الكونكي واحط على الكونكي دي ميوكس ممبرين كده بقى زودت سيرفيس اريا. ازود البلاد سبلاي بقى غادي فيري ريتش ان بلاد سبلاي. يبقى كده الكونكي بتعمل وارمنج للانسبايرد اير انكريز الهيوميديتي انكريز سيرفيس اريا. ولذلك لما بيجي لنا دور برد يا اولاد بتلاقي بيحصل كونجيشن والواحد بتلاقي مناخير مقفوله خالص مسدوده. ليه؟ علشان هي فيري ريتش ان بلاد سبلاي. فمع الكومن كولد والانفلونزا بالذات الكومن كولد بيحصل كونجن للكابيلاريز وبتحس ان مناخيرك بتبقى مسدوده. تحت كل كونكي او تحت كل كونكا في ميتاس. ميتاس معناها باسج. سوبيريور ميتاس اللي هو ده، ميدل ميتاس اللي هو ده، انفير ميتاس اللي هو ده. يبقى وي هاف 3 كونكي و 3 ميتاس. سوبر كونكا، ميدل كونكا، انفير كونكا. سوبر ميتاس، ميدل ميتاس، inferior meters. بس فوق
السوبر ميتاسفير ريسس، اسمه سفينو اثمويدا ريسس. الاسم الغريب ده بين الاسفينويد والاثمويد، ما تنسوش ان السوبر والميدل كونيكا تابعه للاثمويد والروف اسفينويد. يبقى الريسس اللي موجود ده هنا يا اولاد بين الاسمويد والاسفينويد اسمه سفينو اثمويدا ريسس. يبقى سوري كونكا، سوبر وميدل وانفير كونكا. تحت كل كونكا في ميتاس، سوبيريور وميدل وانفير ميتاسز. فوق السوبر كونكا في ريسس اسمه سفينو اثمويدا ريسس. الصوره هنا بنجيبها ادي السوبر كونكا، فوقيه ريسس اسمه سفينو اثمويدا ريسس. ادي الميدل كونكا بس قطعت الميدل كونكا والانفير كونكا. طيب لما عملت كاتنج للميدل والانفير كونكا يا اولاد ايه اللي حصل بقى؟ تحت الانفير كونكا في انفير ميتاس، وتحت الميدل كونكا في الميدل ميتاس. بس الميدل ميتاس دي لازم نعرفه بالتفصيل شويه، معلش. في كوره اسمها بولا، بولا مينز بول، اثميوداليس. الكوره اتعملت بالاثمويد، الحته دي بتاعت الاثمويد. تحتها في جروف عامل زي ما يكون هلال الشكل، هايتاس سيميليوناريس. يبقى بولا اثميوداليس وهايتاس سيميليوناريس. الهايتاس سيميليوناريس يا اولاد بيؤدي لحاجه اسمها انفانديبيلام، اثمويد انفانديبيلام. ده بيطلع على داكت، هتطلع على الفرونتال بون اسمها فرونتونيزال داكت. يبقى تاني، يبقى في عندي 3 كونكا، سوبيريور الميدل مقطوعه هنا، انفيرير مقطوعه هنا. فوق السوبيريور في ريسس اسمه سفينو اثمويدا ريسس، وتحت السوبيريور ريسس اسمه سوبيريور ميتاس. تحت الميدل في ميدل ميتاس، الميدل ميتاس في بولا اثميداليس اللي هي دي، هايتاس سيميليوناريس. الانتير بارت بتاع هايتاس سيميليوناريس اسمه اثمويد انفانديبيلام. اثمويد انفانديبيلام ده بيأدي القناة توصل لغاية الفرونتال بون اسمه فرونتو نيزال داكت. ايه اللي بيفتح في الحتة دي كلها يا اولاد؟ دي حتة مهمة قوي، الاير ساينسز. الاير ساينسز بتفتح في اللاترال وول اوف ذا نوز. ايه الاير ساينسز؟ في عندنا في الفرونتال بون فرونتال اير ساينس، في عندنا في المجزيلاري بون مجزيلاري اير ساينس، في عندنا في الاثمويد بون ثلاثة، انتيريور وميدل وبوستيريور، وفي عندنا واحدة جانبية مش هتبان هنا، تبان في سايد فيو في نودال اير ساينس. الاير ساينس دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن ريزوربشن كويس لي اللي هو السبونجي بون. يعني اي عظمه في الدنيا مكونه من 2 لاير اوف كومباكت بون، وفي الوسط في سبونجي بون. فالسبونجي او الكنسيل حصل له ريزوربشن، اختفى، فبقى عندي طبقتين من الكومباكت بون بينهم كافيتي يحتوي على ميوكوس ممبرين. يبقى عندنا هنا يبقى بيسموها الجيوب الانفيه، فرونتال اثمويدال. الاثمويدال دي عباره عن اير سيلز يعني فراغات هوائيه بتتجمع في 3 جروبس اسمهم انتيريور وميدل وبوستيريور اثمويدال. عندنا على تحت ماكسيلاري اير ساينسز، واخيرا عندنا سفينويدال اير ساينس. بيفتحوا ازاي بقى؟ تعالوا نحاول نحفظها مع بعضينا، هي عايزه مجهود شويه بس هنحاول نحفظها مع بعضينا. السفينويدال اير ساينس بتفتح في السفينو اثمويدال ريسس. يبقى السفينويدال اير ساينس بتفتح فين؟ سفينو اثمويدا ريسس. ادي واحد. الاسم الاير ساينس يا اولاد اللي هي لونها ازرق دي، هم عباره عن اير سيلز عددهم من 18 ل 25 مترتبين في 3 جروبس، انتيريور والميدل والبوستيريور. البوستيريور بيفتح في السوبر ميتس. الميدل هيفتح في البولا اثميوداليس. الانتيريور هيفتح في الجزء الامامي بتاع الهيتاس سيميليوناريس اللي اسمه الانفانديبيلام. يبقى تاني، اسفينويدال ارثاينس هتفتح في الاسفينو اسمويدال ريسس. عندي الاسمويدال ثلاثه، بوستيريور وميدل وانتيريور. البوستيريور تفتح في بتفتح في السوبيريور ريسس اللي هو السوبيريور ميتاس. الميدل هي اللي عملت الكره دي اللي اسمها البولا اسميداليس. الانتيريور اثمويدال بتفتح في الانفانديبيلام، الجزء الامامي بتاع الهيتاس سيميليوناريس. طيب
عندي المجزيلاري اير ساينس هتفتح في الهيئة السيميليونيرس مباشرة. الفرونتال اير ساينس بيبقى ليها داكت اسمها فرونت ونيزل داكت، والفرونت ونيزل داكت دي بتوصل لغاية الانفانديبيلم ومنها بتفتح في الهيئة السيميليونيرس. يبقى تاني بقى، يبقى السفينويدال بتفتح فين؟ في السوبيريور ميتس. طيب الاثمويدال ثلاث انواع، بوستيريور وميدل وانتيريور. البوستيريور بتفتح في السوبيريور ميتس، يبقى الاسفينويدال بتفتح في السفينو اثمويدال ريسس، والبوستيريور اثمويدال بتفتح في السوبيريور ميتس، والميدل بتفتح في البولا اثمويدالس، والماكسيلاري بتفتح في الهياتس سيميليونيرس. الحته اللي قدام دي اللي اسمها الانفانديبيلم في حاجتين بيفتحوا فيها. نمره واحد الانتيريور اثمويدال بتفتح في الانفانديبيلم. اتنين بيفتح في الانفانديبيلم الفرونتال، بس الفرونتال جاي عن طريق داكت اسمها فرونتونيزال داكت. يبقى عندنا هنا يبقى الاسفينودال بتفتح في الاسفينو اثمويدال ريسس، البوستيريور اثمويدال بتفتح في السوبيريور ميتس، الميدل اسمويدال بتفتح في البولا اسمويدالس، المجزيلاري بتفتح في الحيطة السيميليونيرس. من قدام الحتة اسمها انفانديبيلم بيفتح فيها حاجتين، الانتيريور اسمويدال والفرونتو نيزل داكت اللي جاية منين؟ الفرونتال ساينس. هتقول يا دكتور انت نسيت حاجة، فين الانفير ميتس في كل الكلام ده؟ لا ده تبع سيستم اسمه لاكريمال ابريتس بقى. تعال نشوف اللاكريمال ابريتس ده عبارة عن ايه. كان جلاند اسمها لاكريمال جلاند، بتطلع دموع بتوصل لغايه لاكريمال بانكتاي، بانكتام يعني اوبننج، كاناليكيولاي تصغير كلمه كانال، لاكريمال ساك، نيزو لاكريمال داكت. هي النيزو لاكريمال داكت دي يا اولاد بقى هي اللي بتفتح في الانفيرميتس. يبقى النيزو لاكريمال داكت دي بتفتح فين؟ في الانفيرميتس. يبقى بيفتح في الانفيرميتس النيزو لاكريمال داكت. ودي صوره بتوري لي الاوبننج، ادي الاسفينويدال فتحت في الاسفينو اثمويدال ريسس، البوستيريور اثمويدال فتحت في السوبر ميتس، الميدل اثمويدال فتحت في البولا اثمويدالس، المجزله اللي فتحت في الحياتا السيميليونيرس، الجزء بتاع الانفرونديبلم ده بيعمل درينج الحاجتين، الفرونتال ساينس عن طريق الفرونتونيزال داكت، والانتيريور اثمويدال اير ساينس، واخر حاجه الانفيرميتس بتفتح فيها الاوبننج بتاعت النيزو لاكريمال. هنا يا ولاد بنعرف حاجة مهمة، في منطقة موجودة في الانترو انفيرير بارت بتاع نزل سيبتم اسمها ليتل اريا او كس البخس اريا. ايه الليتل اريا دي؟ اريا بتبقى very rich in blood supply anastomosis between different arteries. ايه different arteries؟ in short artery اسمه sphenopalatine اللي هو ده، وartery اسمه greater palatine اللي هو ده، وارتري اسمه anterior ethmoidal اللي هو ده، وبرانش جاي من الفيشيال ارتري. يبقى هنا برانش من السوبيريور ليبيال بتاع الفيشيال ارتري. يبقى في اربع ارتريز عاملين انستموزس مع بعضيهم، عاملين بلكسس اسمها كس البخس، كس البخس بلكسس. ده كانت مهمه اولاد علشان الفكره اللي انا كنت قاعد لسه بقول لكم عليها من الاول، حته الهيوميديتي بتاعت الاير وورمينج اوف ذا اير، ازاي احنا بنوصل له الفيري ريتش اريا اوف انستموزس. دي بقى مهمه علشان بتعمل كويس نوع من ادجستمنت اوف تمبريتشر علشان الهواء اللي داخل اللانج كويس يبقى وورم. في عندي هنا حته النيزل ميوكوزا عامله ازاي. النيزل ميوكوزا يا اولاد جزئين، جزء اسمه اولفاكتوري ميوكوزا وجزء اسمه ريسبيراتوري ميوكوزا. الاولفاكتوري ميوكوزا دي بتبقى موجوده في الروف وموجوده في الابر 1 سنتيمتر بتاع نيزل سيبتم ده كده، نيزل سيبتم اهي، وموجوده ابر بارت بتاع اللاترال وول اللي هي الحته بتاع السوبيريور كونكا والريسس اللي موجود فوقيها. يبقى دي اسمها اولفاكتوري ميوكوزا. الفاكتور ميكوزا دي بشكلها بتبقى يلوش كلوريشن ليس فاسكلار، وبتدي الاوريجين بتاعت الاولفاكتوري نيرف فيلامنتس.
بينما الجزء الميجور بقى بقيه النيزل كافيتي كله يبقى lined with respiratory mucosa. respiratory mucosa دي expression من دي في الاناتومي او في الهيستولوجي ل pseudo stratified columnar ciliated epithelium. pseudo stratified columnar ciliated epithelium على كلمة respiratory mucosa تبقى reddish او pink in coloration very rich in blood supply عشان تعمل warming and moistening of inspired air. يبقى عندي olfactory mucosa وعندي respiratory mucosa. some texts بيزودوا الحته بتاعت الفيستيبيول ان الحته بتاعت الفيستيبيول برضك فيري سبيشال لانها بتحتوي على موديفايد سكان فيقولوا ان النيزل كافيتي فيه 3 areas olfactory area وrespiratory area والاريا بتاعت الفيستيبيول. بنمر كده ان احنا عندنا اير ساينسز زي ما اتفقنا هي في عندنا كذا اير ساينس اللي انا عايز اقولها في العجاله اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي المكزيلاري اير ساينس. طبعا ان شاء الله باذن الله لما نبقى ناخد الكورس بتاع اللي هي الاي ان تي اناتومي اوف اي ان تي هنتكلم ان مور ديتيل على النيزل كافيتي. ده موضوع سريع قوي اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى هنا المكزيلاري اير ساينس دي فيلينج اللي بتاعت المكزيلاري بون زي ما انتم شايفين شكلها زي ما تكون بيراميدال ان شيب. دي البيز دي الايبكس الروف موجود فوق والفلور تحت مش باين. anterior wall اللي هو ده والposterior wall مش باين. يبقى هي air sinus refilling كل النيزل كافيتي ليها بيز. البيز دي دايركتد ناحيه اللاترال wall of the nose واللي بيحتوي على المكزيلاري اوبننج اللي بتفتح فيه الهيتس مليونيرز. الايبكس ناحيه الزيجوماتيك بون زيجوماتيك اوسس اوف مكزيلاري بون. يبقى عندي بيز وعندي ايبكس. البيز دايركتد ميديالي ناحيه اللاترال wall of the nose تحتوي على الاوبننج بتاعت الساينس والايبكس ناحيه الزيجوماتيك بون. عندي روف وفلور. الروف ناحيه الاوربت والفلور ناحيه البالت. يبقى الروف ناحيه الاوربت اوربيتال بليد بتاع المكزيلاري والفلور ناحيه البالت الفيولار بروسيس اوف مكزيلاري. الانتيرور هو الانتيرور وول اوف ماكزيلا والبوستيرور هو البوستيرور وول اوف ماكزيلا. يبقى زي ما انتم شايفين اهو ادي الكافيتي اهو. يبقى الانتيرور هو الانتيرور وول اوف ماكزيلا والبوستيرور هو البوستيرور وول اوف ماكزيلا والروف هو الاوربيتال بليت اوف ماكزيلاري بون والفلور هو الالفيولار بروسيس اوف ماكزيلاري بون. سموه الفيولار عشان داخله في السنان يا ولاد. والاوبننج دي ده اللي هو اللي هو البيز. الايبكس محتاج زي ما يبقى دي اسمها اللي هي المكزيلاري اير ساينس. فراغ ماليه كل اللي هو الـ الـ العظم يعني. طبعا زي ما انتم شايفين ان انا بقول لكم ان المكزيلاري اير ساينس الفلور بتاعها هو الالفيولار بروسيس اوف ماكزيلا. وده مهم يا اولاد لان ممكن يحصل دنتال كاريس. ممكن يحصل تسوس في السنان. في السكند بريمولار او الفيرست مولار ودورينج اكستراكشن الاقي بشيل الميوكوس من فرقع بقى في فيستولا موجود بين الاورال كافيتي والمكزيلاري اير ساينس يسموه اورو يعني اورال انترام انترال يعني كافيتي فيستولا. يبقى دي فيستولا بتبقى موجوده. الفيستولا دي بتبقى عامله كونكشن بين المكزيلاري اير ساينس والاورال كافيتي. ممكن تحصل طبعا في الدنتال كاريس ودورنج اكستراكشن اوف سكند بريمولار وفيرست مولار. في الحقيقه ان المكزيلاري اير ساينس يا اولاد ليها مشكله. اكبر مشاكلها هي الاوبننج بتاعتها. الاوبننج بتاعتها هي بتفتح في الهيتس مليونيرس. هي موجوده اعلى من البيز. البيز موجوده لتحت. هي اعلى. هي عاليه في البيز اعلى من الفلور بتاع الكافيتي. يعني ايه اعلى من الفلور بتاع الكافيتي؟ تعالوا نبص على الصوره بعديها عشان تفهموا. ادي يا اولاد الفلور اهو. ادي الفلور والاوبننج موجوده هنا. يعني ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان انا ممكن يحصل اكيوميليشن اوف ذا سكريشن قبل ما بوصل للاوبننج علشان اعمل درينج. يعني بيقولوا عليها ممكن يحصل accumulation وبالتالي ممكن يحصل pus formation. فبيقولوا دي area of drainage يعني مكانها عالي
كون ان مكانها عالي يبقى تسمح بالاكيوميليشن اوف ذا سيكريشن. ولذلك الانفلاميشن اوف ماكسيلري اير ساينس فيري كومن ساينسايتس، وبالذات اللي هو الماكسيلري اير ساينس فيري كومن. مهم ان احنا نعرف ان في كذا نيرف ريليتد للماكسيلري اير ساينس، اسمهم بوستيريور سوبيريور الفيلار، ميدل سوبيريور الفيلار، anterior superior alveolar. يبقى عندنا في ثلاثة alveolar nerve: posterior و middle و anterior superior alveolar nerve. يبقى posterior اللي هو موجود ورا، middle اللي هو موجود في الوسط، anterior اللي هو موجود قدام. وفي عندي هنا في الروف infra orbital nerve. يبقى في كذا nerve related للساينس، وده مهم علشان A referred pain. تعال بسرعة نحل مع بعضنا الكيس سيناريو دي. A 22-year-old girl suffered from recurrent nasal obstruction with severe pain in her upper jaw referred to maxillary teeth. يبقى في nasal obstruction وفي ألم و referred to maxillary teeth with diagnosis was sinusitis. أني sinus يا ترى؟ لو في ألم و referred to the teeth تبقى maxillary air sinus. طيب ليه الساينس دي كومن يحصل فيها انفكشن؟ ليه؟ لان الاوبننج بتاعتها باد، الاوبننج بتاعتها higher than the floor. طب بتفتح فين الساينس دي؟ بتفتح في الهيئتس مليونيرز. طب البين الريفيرد ده ليه؟ علشان بيسموه ريفيرد بين، لان نفس النيرف بتدي الماكسيلاري تيس البوستيرير والميدل والسوبيرير الفيولار نيرفز هي نفسها بتدي الاير ساينس. اي هوب ان احنا نكون استوعبنا الموضوع ده، والى اللقاء في لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.